المستقبل مليان بمتطلبات متغيرات كتير ووظائف مختلفة نعرف عنها حاجة دلوقتي ويمكن ما نعرفش حاجة عنها في المستقبل. من خلال برنامج The Future Me اللي بيتقدم من كلية التعليم المستمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة لطلبة المدارس من سن 8 ل 16 سنة، الطلبة بيتعرفوا على أهم 3 وظائف هيكونوا موجودين في المستقبل وإزاي يقدروا يمارسوهم بكفاءة. كان السابق كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع ستيم كلوب لتقديم برنامج روبوتكس اند كابتر بيلدينج اللي كان هدفنا فيه إن احنا نعلم الولاد والبنات مبادئ البروجرامينج والروبوتكس وكمان تطوير مهاراتهم الشخصية المطلوبة للنجاح. وبعد تجربة نجاح مميزة وفريدة ومشاركة أكتر من 1000 يونج ليرنر بنقدم ليكم السنة دي The Future Me Program. من أهم أهداف برنامج The Future Me إنه بيساعد الطالب على اكتساب عدد من المهارات العملية والحياتية اللي بتساعده على تحقيق النجاح والتوعية في عالم التعليم والتوظيف، بالإضافة إلى اكتساب عدد من المهارات الأخرى في سن صغير والتي تسمى بمهارات القرن 21. The future is created by what you do today, not tomorrow. وعشان كده بنقدم لأولادنا 3 من أهم المجالات، بنديهم introduction عن الجرافيك ديزايننج، الاي اي والسيستم ديزاين. في الجرافيك ديزايننج هنعلمهم عن أساسيات الأشكال والألوان وإزاي يقدروا في الآخر يعملوا project creative بيعبر عن الايدنتيتي بتاعهم وتعلموا أكثر عن مجال الجرافيك ديزايننج. بالنسبة للاي اي هيتعلموا عن what is artificial intelligence, how artificial intelligence work وكمان يقدروا يعملوا application عن الاي اي. بالنسبة للسيستم ديزاين هيتعلموا how to create a system من اول الديزاين, programming, critical thinking, problem solving وكمان يقدروا يواجهوا ال challenges اللي هتقابلهم اثناء العمل. واحنا اكيد في انتظاركم.